السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدارس بنات المستقبل الثانوية المرحلة الأساسية الصف التاسع المادة الفيزياء. قصة اليوم سوف نقوم بشرح التمدد وقانون تشارل. رح نتعرف خلال حصتنا إنه التمدد بيكون للمواد الصلبة طولي وسطحي وحجمي، والتمدد في المادة السائلة رح نتعرف إنه فقط حجمياً، والتمدد في المادة الغازية هو حجمياً فقط. أول إشي نتعرف على المقصود بالتمدد. شو يعني تمدد؟ هو ما يحدث في المواد من تغيرات في أبعادها الهندسية عندما ترتفع حرارتها أو تقل حرارتها. يعني أنا شو بصير، أنا نتيجة أنا جبت مادة إن كانت صلبة أو سائلة أو غازية، لنفترض إنها المادة صلبة، هاي الصلبة إنه ماذا يحدث لها في أبعادها الهندسية لما تكون تتغير درجة حرارتها زيادة؟ شو رح يصير؟ انه الزيادة هون التمدد انه زيادتها بارتفاع في درجات الحرارة. تمام. الان الملاحظات اللي انا حابة اناقشها معكم، انه التمدد هو انه زيادة الطول او الحجم او المساحة نتيجة تغير الابعاد الهندسية. يعد التمدد خاصية فيزيائية انا بقدر اقيسها. لو جبت مادة وانا رفعت لها درجة حرارتها رح يزداد طولها مثلا، بقدر انا مقدار قديش الزيادة زادت، فهي قابلة للقياس. ايضا رح نعرف انه بيختلف باختلاف درجة الحرارة، قديش انا اعطيته درجات حرارة او كميات حرارة رح يكون التمدد يختلف. ايضا النوع الثالث، الملاحظة الثالثة، انه التمدد يعني مثلا الحديد نفس النحاس، لا التمدد يختلف من مادة الى اخرى. رح نتعرف اول اشي على التمدد في المواد الصلبة. التمدد في المواد الصلبة اول اشي حكينا انها طولي وسطحي وحجمي. نبدأ بالطولي. الطولي انه زيادة الطول الاصلي لما ترتفع درجة الحرارة، وهذه الزيادة ما بتكون ثابتة، تعتمد على عوامل رح اناقشها انا وياكم. انظر للشكل، لاحظ انا جبت قطعة من مادة صلبة مثلا، اعطيتها حرارة، بلش يزداد، شو زاد؟ الطول الاصلي. فهذا الطول الاصلي يعني الطول الاصلي اللي عندي اللون الملون باللون الازرق تقريبا، اللي بلش انه يختلف لونه غامق، هاي الزيادة انا بقدر اقيسه، بقدر اقيسه. لاحظ انه كل ما كانت الفترة الزمنية اكبر وكمية الحرارة اكبر، الطول الاصلي رح يكون بالزيادة. رح نطرح سؤال على العوامل اللي بيعتمد عليها التمدد الطولي عند الأجسام الصلبة. رح نعرف انه اول عوامل هي مقدار الفرق في درجة الحرارة اثناء التسخين. اذا هما عاملين، اول واحد مقدار الفرق في درجة الحرارة، الثاني نوع الفلز. نبلش بمقدار الفرق في درجات الحرارة. لاحظ معي انا بلشت مادة صلبة درجة حرارتها الابتدائية 50 مئوي، رفعت لها الحرارة الى 100، قديش التغير في دلتا دال؟ 50، انه 100 ناقص 50 50. اجيت انا بلشت بدرجة حرارة ابتدائية 70، رفعتها الى درجة حرارة 80، قد ايه معدل التغير؟ 10. شوفوا يا ترى، انا بلشت بالجسم الاول بدرجة حرارة اقل من الجسم الثاني، لكن انا مدة التسخين وكمية الحرارة اللي اعطيتها للجسم الاول اكبر، فكان التمدد اكبر. يعني دلتا دال في الحالة الاولى اكبر، اعطى التمدد طولي اكبر. فاذا كل ما كانت دلتا دال او معدل التغير في درجة الحرارة اكبر، كل ما كان التمدد اكبر. مع انه ايش يا مس، احنا بلشنا بدرجة حرارة اقل بالاولى، لكن اللي انا يعني حتى رحت قست مقدار الطولي حتى وصلتها لمية، يعني اعطيتها تغير في دلتا دال اكبر. لكن لو اخذت المادة عند 70 ورحت قست التمدد عند 80، رح الاحظها مقدار التغير اقل. فاذا كل ما كان مقدار التغير في درجة الحرارة اكبر، كان التمدد الطولي اكبر. هذا أول عامل.
العامل الثاني اللي حكينا عنه يعتمد عليه التمدد الطولي اللي هو نوع الفلز. جيت أخذت فلز A أعطيته حرارة تمدد بهاي الطريقة طوليا، جيت جبت فلز B حطيته وسخنته على نفس المصدر ونفس الفترة الزمنية، يعني أعطيتهم الاثنين كمية حرارة نفس الشي، لاحظت انه فلز A بتمدد بمقدار أكبر، فإذا التمدد يختلف باختلاف نوع الفلز. النوع الثاني من التمدد عند المواد الصلبة اللي هو التمدد السطحي. شو يعني سطحي؟ انها تزداد المساحة الأصلية. كيف يعني المساحة الأصلية؟ اجيت اخذت فلز A بشكل مستطيل له طول وعرض، لما اعطيته حرارة ازداد مساحته، ازداد اتمدد وزادت مساحته الأصلية، يعني اختلفت أطواله، اختلفت الطول والعرض، لاحظنا زيادة الطول وزيادة العرض. فالتمدد السطحي هو زيادة في المساحة الأصلية. أنا أخذت فلز A سخنته، مساحته اختلفت بزيادة الحرارة. التمدد السطحي مثل التمدد الطولي له عوامل بيعتمد عليها. رح نتعرف انه في تشابه بينه وبين التمدد الطولي. اول اشي مقدار التغير في درجة الحرارة، نفس التأثير. احنا كل ما كان يتسع مقدار دلتا دال، في الحالة الاولى كانت 50، في الحالة الثانية كانت قد 10، التمدد السطحي او المساحة الاصلية رح تختلف. مساحة التمدد في المساحة الأصلية تختلف بمقدار أكبر لما يكون دلتا دال أكبر. أيضا العامل الثاني اللي هو نوع الفلز. لو أخذنا فلز A على شكل مستطيل وسخنته وأعطيته حرارة بنفس المصدر ونفس الفترة الزمنية لفلز B، رح يختلف مساحته فلز A بمقدار أكبر من فلز B، فبالتالي الفلزات بتتمدد المساحة الأصلية تبعتها باختلاف نوع الفلزات. يعني لو أجبت فلزين وثبتت كمية الحرارة اللي عم بزودها لإلهم لحتى يتمددوا، رح ألاحظ إنه في واحد منهم رح يتمدد بمقدار أكبر من الثاني. العامل الثالث اللي بيعتمد عليه التمدد السطحي هو المساحة الأصلية. كيف يعني؟ أنا جبت فلز A أخذت منه مساحة معينة وسخنته تمددت، طيب نفس المادة نفس النوع لكن أخذت مساحة غير، يعني المساحة الأصلية غير، وأعطيته حرارة، هل كان مقدار التمدد نفسه؟ لا. هل كان التمدد السطحي نفسه؟ لا. بالتالي لو أنا جبت فلز وأخذت منه مساحات مختلفة من هذا الفلز وأعطيتهم حرارة، طيب رح تختلف الإيش؟ رح يختلف التمدد باختلافهم إيش؟ شو اختلفوا هم؟ باختلاف المساحة الأصلية. يعني فلز A في الحالة الأولى نفس المادة، في الحالة الثانية أنا أعطيتها حرارة، لكن شو اللي اختلف في الحالة الأولى عن الحالة الثانية؟ المساحة. فإذا المساحة الأصلية أنا قديش أخذت مساحة من هذا الفلز وأعطيته زودته بالحرارة، فكان مقدار التمدد يختلف. رح الثالث اللي هو التمدد الحجمي. شو يعني تمدد حجمي؟ انه تزداد الابعاد الهندسية للحجم، طول وعرض وارتفاع. معاك مكعب، لاحظت لما اعطيته حرارة تغيرت ابعاده الهندسية. يعني مثلا لو كان هذا المكعب طوله مثلا 5، فبيكون عرضه وارتفاعه 5، لما اعطيته حرارة مثلا صارت 20، طوله وعرضه وارتفاعه، طول 20 والعرض والارتفاع 20، فبلاحظ انه الطول والعرض والارتفاع للمكعب بزيادة الحرارة زادت، فبالتالي اختلف ارتفعت تمددت الحجم اللي هي للمادة الصلبة. شو يعني حجم لتمدد الحجم للمادة الصلبة؟ انها تتغير الابعاد الهندسية، ولما تتغير الابعاد الهندسية رح تختلف، رح تتمدد مع الثقوب والفجوات اللي موجودة داخل هذا الجسم.
التمدد الحجمي مثله مثل التمدد السطحي والطولي بيعتمد على عوامل. العوامل اللي بيعتمد عليها اللي هي الطول الأصلي لأبعاد الجسم، يعني قديش كان معي المكعب مثلا أبعاده الهندسية كانت مثلا طول ضلعه 10، جيت أعطيته حرارة، هل نفس لما أخذ مثلا مكعب طول مثلا ضلعه 100؟ لا، رح ألاحظ إنه التمدد رح يكون أكبر عند المكعب اللي طول ضلعه 100، يعني الزيادة يتناسب طبيا مع الطول الأصلي، يعني تزداد التمدد بزيادة الطول الأصلي. معك في لز إيه؟ لاحظ حجمه صغير، أبعاده الهندسية صغيرة، اتمدد، لاحظت أخذت نفس المادة ولكن بأبعاد هندسية أكبر، بطول أصلي أكبر، أعطيته حرارة كان التمدد أكبر، فبالتالي كل ما كان الطول الأصلي أكبر كل ما كان التمدد أكبر. هلا بدنا نتعرف على تطبيقات على التمدد عند المادة الصلبة ورح نطرحها على شكل أسئلة. أول سؤال، لماذا يتوقع ما الذي يتوقع حدوثه لأسلاك الكهرباء لو قام المختصون بتركيبها وشدها جيدا في فصل الصيف أو في فصل الشتاء؟ إحنا بنعرف الأسلاك تتمدد طوليا في فصل الصيف نتيجة انخفاض درجة الحرارة في فصل الشتاء بتتقلص، يعني بتنكمش. طيب انت يعني مثلا لو كانت مشدودة واجت بدها تتمدد، لما كانت مشدودة جدا واجت بدها تتمدد ما في مجال انها تتمدد، فبتصير انها ايش شو بصير لها؟ بتنتني وبتتقطع. كمان لو كانت مشدودة واجت بالبرد انخفضت درجة حرارتها رح تتقلص، وهي مشدودة وهي بتتقلص شو رح تصير؟ رح يتقطع. فبكلا الحالتين لو كانت الاسلاك مشدودة في فصل الشتاء او في فصل الصيف، فصل الصيف ما رح تقدر تتمدد بيه، يعني ما رح تلاقي مجال انها تتمدد، فبتنثني وبتنحني وبتصير ايش تتقلص، عفوا تصير تتقطع. كمان فصل الشتاء هي مشدودة وبدها تتقلص، شو بصير لها؟ بتتقلص وبتتقطع، فبالتالي ما بشدوها جيدا عشان فصل الصيف تتمدد بكل راحة، تكون مرتخية، فلما انا يصير ارتفاع حرارة رح تتمدد، لما تكون مرتخية رح تاخد راحتها وهي تتمدد، فما بتنثني وتتقطع. كمان فصل الشتاء لما تنكمش رح تاخد حرارة راحتها وهي تنكمش، فبأديش الى انقطاعها. اذا ماذا استنتجنا؟ انه لو احنا كنا استنتجنا احنا لو كانت مشدودة بشكل كبير، فبالتالي رح انه بفصل الشتاء وفصل الصيف رح تتقطع. احنا بنحطها ايش؟ مرتخية، مرتخية انها لكلها مجال تتمدد بفصل الصيف وتنكمش بكل سهولة بفصل الشتاء. في تفكير ناقص صفحة 85، ما أهمية الفواصل في جسر العبور السيارات وفسر أنابيب نقل النفط تصنع بشكل خاص؟ معكم الصور. العبور السيارات بتكون الفواصل عليها، في فواصل بين هاي الجسور، ليش؟ لأنه فصل الصيف مثلا بدها تتمدد، لو ما كان في فواصل ما راح تلاقي حرية بالتمدد، فبتصير ايش تواجه انه صعوبة فبتنثني. لو انا اعطيتها فاصل، هذا الفاصل لما تتمدد راح يعطيها حرية انها تتمدد، فما بيتغير شكلها، ما بتنحني، ما بتنثني. كمان في فصل الشتاء ما بتنك لما تنكمش، يعني بتنكمش اوكي، فلما تنكمش ما بتؤدي الى انقطاعها، فبعطيها انا الفواصل اثناء تمددها، ارتفاع درجة الحرارة راح تلاقي مجال لحتى يزداد طولها. طيب النفط ليش هيك؟ ليش انه نصنعها بهاي الطريقة؟ لانه الأنابيب هاي لما ترتفع درجة حرارتها رح تتمدد، فرح تتمدد لما أصنعها بهاي الطريقة رح تتمدد للأعلى، للأعلى، فما الأنابيب رح تضغط على الأنابيب الأخرى وتتكسر، تمام؟ إذا الإجابة بنعيدها مرة أخرى، ليش بنحط فراغات وفواصل؟ حتى إنه لا تتشقق هاي
الجسر، لأنه لما تتمدد بتلاقي قدامها مجال لحتى تتمدد، والأنابيب إنه لما تتمدد بتتمدد للأعلى، فبتتغطش أجزاء الأنبوب على بعضها وما بتتحطم. تمام، رح ناخد تطبيق ثاني على التمدد في المواد الصلبة، اللي هو منظم الحرارة الثيرموستات، اللي هو بيضبط الحرارة داخل أنظمة التدفئة. لو أنا إجيت حطيت ضبطت نظام التدفئة عند 22 مئوي، الثيرموستات لما توصل درجة الحرارة الغرفة ل 22 مئوي رح يوقف تشغيل هذا الجهاز. تمام، يوقف تشغيل هذا الجهاز لفترة انه ترجع درجة حرارة الغرفة تنخفض عن 22، فبيرجع الثرموستات يرجع يعني يرجع يشغل الجهاز التدفئة ليرجع لحتى يدفي ويرفع درجة الحرارة 22. نفهم اكثر مبدأ عمله اكثر. اذا الثرموستات وين انا بحط بالأجهزة الحرارية بالتدفئة أو كمان في المكواة، هو إيش بيتكون من شريط ثنائي الفلز حديد ونحاس. طيب كيف هذا مبدأ عمله؟ رح نشرحه من خلال الدارة الآتية. قدامنا الدارة الآتية، هاي الدارة اللي موجودة جوات الثيرموستات بيكون جواتها ثنائي شريط ثنائي الفلز. يعني شو ثنائي الفلز؟ يعني فلزين مختلف، يعني نفترض انهم هدول الفلزين حديد ونحاس. لما ترتفع درجة الحرارة الفلزين رح يتمددوا، بس بيتمددوا بنفس المقدار؟ لا، لانه التمدد بيختلف باختلاف الفلز. فبتمدد هدول هذا الشريط بحيث انه ينثني للفلز اللي تمدده اكبر، اللي بيتمدد بشكل اكبر. لنفترض انه الحديد كان اكتر من النحاس، فبيكون الانثناء اتجاه الحديد. فلما ينثني هذا الشريط شو رح يعمل؟ رح يمنع التيار الكهربائي انه يمر، فانه بيوقف الدالة الكهربائية. تمام، بيضلوا هذا الحكي لحتى هدول الفلزات تبرد وترجع مرة ثانية لوضعها الأصلي، تبرد وترجع لوضعها الأصلي للطول الأصلي. فلما ترجع للطول الأصلي رح تسمح للتيار إنه يمر. هلأ رح نتعرف على تمدد المواد السائلة. لاحظ انا هنا تمدد المواد السائلة او تقلصها. انا مثلا لو اجيت خفضت درجة حرارة المواد السائلة، ما اعطيناها بحرارة، اعطيتها تقلص، شو رح يصير؟ رح يقل ارتفاعها في الدورق. انا حطيت دورق داخل ماء مثلج، فرح يقل ارتفاع هذه المياه. تمام، لو احنا رجعنا مرة تانية شلنا هالدورق وحطيناه، ما حطيناه بالمية الباردة، رح يبلش انه يزداد، يتمدد حجمه للماء ويرتفع، فبالتالي بالبرودة بيتقلص، بالارتفاع بيتمدد، وهذا بدورق اللي حطينا فيه الماء الملون. فكر معي، لماذا التمدد في السائل حجميا فقط؟ احنا حكينا لو جبنا أوعية مختلفة الشكل وحطينا فيها سوائل، رح ياخد السائل شكل الوعاء اللي حطيته فيه أنا. تمام، لهيك بيكون حجمي. طيب لو أنا عملت مقارنة تمدد حجمي في المادة السائلة وتمدد حجمي في المادة الصلبة، رح ألاحظ إنه مقدار التمدد في السوائل أكبر مقدار، يعني رح يكون السائل تأثره بالحرارة، استجابته للحرارة، لزيادة الحرارة رح يكون أكبر. ليش يا مث؟ لأنه هذا يعود إلى قوة التجاذب والرابطة بين دقائق المادة السائلة، هي قوية ولكنها ضعيفة نسبيا للمادة الصلبة. تمام؟ شذوذ الماء، أكيد إنه شو يعني شذوذ الماء؟ شذوذ الماء إنه الماء يشذ عن قاعدة معينة. شو هي هاي القاعدة المعينة؟ رح نتعرف عليها الآن. مفهوم شذوذ الماء، الماء لما تنخفض درجة حرارته تتراوح بين 0 و4 مئوي، بدل ما انه يتقلص ويقل حجمه، هذا المنطق، الكلام المنطقي انه انخفضت حرارته لصفر لاربعة، من 0 لاربعة رح يتقلص.
تمام، هو ما بيتقلص، هو بيتمدد بيزداد حجمه. فلما يزداد حجمه الدقائق رح تقل تراصها، رح تقل تقاربها من بعض. شو يعني تقارب تراص الدقائق؟ اللي هي الكثافة. فإذا لما يوصل بين 0 لـ 4 بيتمدد بيزداد حجمه وبيقل تراصه، يعني بتقل كثافته، بدل ما إنه شو يتقلص مثل باقي السوائل. هل يوجد أهمية لشذوذ الماء؟ نعم يوجد أهمية لشذوذ الماء، هذا بيساعد الكائنات البحرية العيش في الأعماق. كيف؟ لما المياه تكون في الأعماق تنخفض درجة حرارتها بين 0 لـ 4 بتبلش إنها تتمدد، يزداد حجمها فبتقل كثافتها، بتطفو للأعلى، فبتصير المياه المتجمدة من 0 لـ 4 كلياتها في الأعلى، والمياه في الأعمق في الحالة السائلة تبقى. أعيد مرة أخرى، المياه في الأعماق انخفضت درجة حرارتها من 0 لـ 4 مئوي، ببلش حجمها شو؟ حجمها يتمدد ويزداد، يزداد يعني تتمدد ويزداد حجمها وتقل كثافتها، لما إشي يقل كثافته بيطفو للأعلى. فكل المياه المتجمدة رح تكون فوق، بتجمد السطح المائي الملامس للهواء الخارجي، الأعماق رح تبقى مياه تقدر تعيش فيه الكائنات الحية البحرية. تمدد المواد الغازية، تمدد المواد الغازية، لاحظ إنه معاي زجاجة فارغة حطيتها بحوض ماء ساخن، بداية الأمر البالون ما انتفخ بيكون منكمش. بالصورة الثانية لاحظنا بعد وضعنا فترة زمنية الزجاجة رح نلاحظ انه البالون اتمدد. ليش؟ انتفخ، زادت الحرارة، عملت على تباعد الدقائق، ادت الى نفخ البالون. هاي لاحظ استمرت العملية فالبالون منتفخ. لو انا رجعت عملت انه شلت هاي الزجاجة من الماء الساخن ورجع برد، رح الحجم الغازي يبلش يقل، فالبالون رح يرجع ينكمش مرة اخرى. رح ناخد تطبيقات على تمدد المواد الغازية اللي هي المنطاد. المنطاد بنعرف انه بتعبى بغاز الهيليوم. اول ما انا بدي ارتفع بالمنطاد بشعل اللهب حتى انه الغاز الهيليوم يتمدد، حجمه يزداد فبتقل كثافته، بيطفو للأعلى. لما انا بدي ارجع انزله لتحت بخفف اللهب، ببلش يتقلص، يتقارب جزيئاته، تزداد كثافته، بينزل للأسفل. ملاحظة هامة، لاحظ انه انا لما ارفع الحرارة لغاز محصول رح يأثر على حرارته وضغطه، كيف يعني؟ عفوا، رح يأثر على حجمه وضغطه، كيف يعني؟ انت لما تعطي حرارة لدقائق الغازات رح تتباعد عن بعضها وتبلش تمتلك طاقة حركية هائلة، تبلش تصطدم فيما بينها وتصطدم بجدار الوعاء مشكل الضغط. فبالتالي انا لما انا بدي أأثر تأثير الحرارة مع الحرارة حجم لازم أثبت الضغط، الضغط تمام. إحنا لما رسمنا علاقة بين الحجم ودرجة الحرارة، الحجم درجات الحرارة، درجات الحرارة والحجم، رح نلاحظ العلاقة إيش؟ خطية، وهي طردية، أي كل ما زادت الحرارة كل ما زاد حجم الغاز المحصور، وهذا قانون تشارل. ولاحظ بتجاربه إنه أنا لما أرفعه من 0 مئوي اللي هي 273 إلى 274 إلى 1 سيليسيوس، يعني 1 زائد 273 274، رح يزداد ويختلف حجمه من مقدار 1 إلى 273. نفهم أكثر، نفهم أكثر لما كانت رسمنا العلاقة وكانت خطية، يعني قانون تشارل إنه وكانت طردية عفوا، إنه حجم الغاز بتناسب تناسب طردي مع زيادة حرارته، ولكن بالمطلق الحرارة لازم تكون بالقيمة المطلقة وليس بالسيليسيوس، القيمة المطلقة اللي هي كلفن عند ثبات الضغط. بقدر أكتبها حجم على درجة الحرارة الأولى تساوي الحجم 2 على درجة حرارة الثانية،
تمام، نشرح أكثر قانون تشارلز. بقدر أنا أكتب القانون تشارلز حجم أول على طاولة 1، يعني مس، عشان أذكرك إنه درجة الحرارة تكون بالمطلق. فيعني طاولة 1 هنا درجة الحرارة المطلقة تساوي حـ2 اللي هي حجم 2 على درجة الحرارة المطلقة الثانية. تمام، شو يعني مس لما يكون الرسم خطي؟ يعني مس انا لو اجيت عملت قسمة، يعني عملت الميل، يعني اوجدت ميل بين نقطتين واخترت نقطتين تانيات، رح يكون المقدار ثابت. شو هو الميل يا مس؟ هو الصادات على السينات. طيب مين الصادات الحجم، مين السينات درجة الحرارة المطلقة. درجة الحرارة المطلقة لو اجيت انا عملت الحجم 1 قسمته على يعني حجم 1 حجم الغاز المحصور لما كان عند درجة حرارة المطلقة الأولى، طلعت مثلا 5. تمام، اجيت رحت انه انا زدت الحرارة فرح يزداد الحجم، فاجيت قسمت الحجم الثاني على درجة الحرارة، قديش انا زدت حرارة، درجة الحرارة المطلقة الثانية، رح يطلع 5 كمان. فالحجم الاول على درجة الحرارة المطلقة مطلقة، هون أنا عشان أذكرك إنه درجة الحرارة لازم تحوليها لمطلق، يساوي ثابت، مقدار ثابت. والحرارة الثانية، الحجم الثاني على درجة الحرارة المطلقة الثانية تساوي ثابت. يعني لو أنا جيت قسمت الحجم على، يعني الحجم على درجة الحرارة المطلقة بالكلفن، رح يكون مقدار ثابت. رح ناخد مثال حال، غاز محصور 60 لتر عند درجة حرارة 27 سيليسيوس سخن لتصبح درجة حرارته 47 مئوي. احسب حجم الغاز المحصور بعد زيادة حرارته. معاك باللون الأحمر حجم الأول ودرجة الحرارة الأولى، والثاني اللي هي يعني 47 مئوي هي درجة حرارة الثانية. طيب اول اشي انا حكيت لك حتى تستخدمي قانون تشارلز لازم درجات الحرارة تكون بالكلفن. طيب 27 كيف احولها لكلفن؟ بسوي انه الكلفن يساوي سيليسيوس زائد 273 مثل ما تعلمنا، ف 27 زائد 273 تساوي 300 كلفن. كمان 47 لازم احولها، ف 47 زائد 243 تطلع 273 تعطيني 320 كلفن. انا حولت الحرارة لكلفن بالقيمة المطلقة. باجي بطبق حجم الاول على درجة الحرارة المطلقة الاولى تساوي حجم الثاني على درجة حرارة المطلقة، وبعوض حجم الاول 60 على الحرارة الاولى 300 تساوي الحجم الثاني مجهول على 320، بنضرب ضرب تبادلي وبيطلع معنا الحجم الثاني 64 سنتيمتر مكعب. أربعة وستين سنتيمتر مكعب. 60 غاز محصول 60 سنتيمتر مكعب، تمام، ليس باللتر، هو 60 سنتيمتر مكعب اللي هو كان الغاز المحصول في البداية بالمليلتر. لو كان لتر رح يطلع انه اكتب اخر اشي ديسيمتر مكعب او لتر. تمام، انا كاتبة مثلا مليلتر رح يطلع مليلتر او سنتيمتر مكعب. 60 يعني لو كانت 60 لتر رح اكتب بالنهاية 60 لتر رح اكتب بالنهاية ديسيمتر مكعب او لتر. الآن ملاحظة، تبريد المستمر للغاز بيجعله يواصل التقلص ولكن عند درجة حرارة معينة، وقبل أن يصل إلى الصفر المطلق يتحول إلى سائل، أي الغازات لن تصل إلى حالة يصبح فيها حجم الغاز صفر. يعني أنا لو قمت بتبريد الغاز بشكل أضلني أتواصل بتبريد الغاز لحتى يتقلص حجمه، يعني رح يوصل حجم الغاز لصفر. هذا الحكي مو موجود، لأنه لما أنا أبرد الغاز عند درجة حرارة معينة قبل ما يوصل لها، يعني قبل ما، يعني مستحيل يصير صفر، قبل ما يتحول من غاز إلى سائل، فالغازات لن تصل في حجم الغاز يساوي صفر. إذا التبريد أنا كل ما بردته رح يتقلص حجمه، رح يوصل للصفر؟ لا، لأنه عند درجة حرارة معينة ببلش يتحول من غاز إلى سائل. رح
نناقش أسئلة إسرائيلية بحصتنا القادمة، رح تكون واجب معك. السؤال الأول، معك غاز محصور حجمه 4 لتر عند درجة حرارة 54 مئوي سخن حتى أصبح درجة حرارته 400 مئوي، كم يصبح حجمه؟ يعني بس بدك تطبقي قانون تشارل بعد تحويل درجات الحرارة إلى كلفن. السؤال الثاني، معك أزواج معادن تمددها كانت بهاي المقادير، مين زوج المعدن اللي بيصلح لحتى يتكون شريط ثنائي المعدن؟ تمام، لازم لما أنا أعمل طرح بين المعامل الأول والمعامل الثاني يكون مقدار المعامل المقدار الاختلافي كبير. ليش؟ لأنه أنا كل ما كانوا الشريطين مختلفين بمعامل التمدد قد إيه بمقدار اختلاف تمددهم رح يكون أفضل وأحسن. السؤال الثالث، فسر سهولة التحام سلك من البلاتين بالزجاج بينما لا يكون التحام سلك من النحاس مضبوطا وقويا، علما بأن معامل التمدد للنحاس والزجاج والبلاتين بالترتيب هكذا. تمام. السؤال الرابع، فسر ما يأتي لا تملأ زجاجات البيبسي عند تعبئتها. تماما. السؤال الخامس، أيهما يزن أكثر، كأس ماء مملوء بالزيت أم كأس ماء مملوء بالزيت البارد، زيت ساخن ولا زيت بارد، علما بأن الكأسين متماثلين في السعة ونوع المادة ولماذا؟ السؤال السادس، ملئ دورق زجاجي بسائل ملون ثم أغلق تماما بسدادة ينفذ منها أنبوبة زجاجية رفيعة، ولوحظ أن عند وضع الدورق على مصدر حراري فإن السائل يرتفع في الأنبوبة الرفيعة، وعند وضعه في حمام ماء ساخن لوحظ أن السائل ينخفض أولا ثم يرتفع بالتدريج، فسر سلوك السائل في الحالتين. السؤال السابع، ماذا يحدث لكثافة الغاز في الحالات الآتية؟ انخفضت درجة حرارته المطلقة إلى الربع مع بقاء ضغطه ثابتا، ب إذا ارتفعت درجة حرارته المطلقة إلى الضعفين مع بقاء ضغطه ثابتا، ج إذا ازداد حجمه بمقدار 3 أمثال حجمه الأصلي مع بقاء ضغطه ثابتا. السؤال الثامن، فقاعة هوائية حجمها 5 سم مكعب عند ضغط 46 سم زئبق ودرجة حرارة 77 مئوي، كم يصبح حجم الفقاعة إذا أصبحت درجة حرارته 27 مئوي وبقى ضغطا ثابتا؟ سؤال تاسع، كمية من الغاز المحصور حجمها 819 عند درجة 0 مئوي، ما مقدار الزيادة في حجمها عند رفع درجة حرارتها بمقدار 1 مئوي مع بقاء ضغطه ثابتا؟ السؤال العاشر، بالون أطفال مصنوع من مادة مرنة أقصى سعة له 1000 سم مكعب أدخلت فيه كمية من غاز تحت ضغط معين ودرجة حرارتها مقدارها 7 مئوي فكان حجمها 900 سم مكعب، فإذا رفعت الحرارة إلى 35 مئوي وبقي الضغط ثابتا هل ينفجر البالون أم لا؟ نطبق القانون ونعرف قديش الحجم الثاني بحالة الارتفاع إلى 35 مئوي، هل تتعدى 1000؟ إذا تعدت 1000 يعني رح ينفجر، إذا كانت أقل من 1000 رح يعني ما ينفجر. تمام. السؤال 11، في تجربة لكشف العلاقة بين كثافة الغاز المحصور ودرجة حرارته مع بقاء ضغطه، سجلت هاي القراءات، بدك تساوي ترسمي العلاقة بين الكثافة والحرارة مع بقاء الضغط ثابت، بعدين الكثافة ودرجة الحرارة المطلقة مع بقاء ضغطه ثابت، وشوفي ايش بتكون، يعني سيليسيوس مع كثافة ودرجة حرارة مع حرارة مطلقة، وتشوفي لي كيف العلاقة راح تكون. تمام. السؤال الثاني عشر، بحكي لنا معاكي أوعية، مين اللي بيحتوي هاي الأوعية في الأشكال التالية؟ ماء، يعني معك أوعية، ما بعرف أنا هاي الأوعية شو فيها، اترتبت بحيث إنه كانت تحت 4 3 2 1، الحالة الثانية لا، ترتب اللي 1 تحت واثنين 3 4، الحالة الثالثة 2 تحت 3 4 5. هون مس مين المي، المي إيش بيصير عن 0 ل 4 سيليسيوس، شو رح يصير؟ السؤال الثالث عشر، أوعية زجاجية بماء مقطع
معبأة مختلفة، أي الأوعية كتلته أكبر من بقية الأوعية؟ معك ماء 1 مئوي، ماء 4 مئوي، ماء 30 مئوي، وين الماء بيكون كتلته أكبر؟ يعطيكم ألف عافية يا صف 9 مدارس بنات المستقبل الثانوية قسم المواد العلمية.